تطبيق استراتيجيه الطالب المعلم، والطالب المعلم خالد رمزي. عنوان الدرس، عنوان الدرس كوكب المريخ. البحث في الانترنت عن كوكب المريخ. العنوان كوكب المريخ. ما رايك من الطلاب الان؟ قسمهم مجموعات. هاي المجموعة الأولى، هاي المجموعة الثانية، وهاي المجموعة الثالثة، هاي المجموعة الرابعة، وهاي المجموعة الخامسة، وهاي المجموعة السادسة. قول لهم ايش يعملوا؟ شكل. شكل جوجل كروم. شكل جوجل كروم. شكل جوجل كروم. أين يكتب كيف كوكب المريخ؟ في خانة العنوان. في خانة عنوان الموقع الذي يكون يكتب في الموقع، نكتب الموضوع الذي نفهم عنه. أكد كل قائد مجموعة يتأكد إن مجموعته تبحث مضبوط. مين قائد المجموعة ها؟ سامي ولا سام؟ سامي. سامي خالد؟ إيه. كل واحد يساعد زميله كيفية البحث في الانترنت. ممتاز خالد رمزي، اجلس. الان المجموعة اللي تطلع تشرح، قائدها يطلع يشرح. مهند الان الجميع اكس يخرج من